الثاني والعشرون من فبراير. مواضيعنا لليوم: ما أهمية وجبة الفطور؟ وكيف نحولها إلى وجبة أكثر صحية وشهية مع وصفات مميزة؟ هل ترغبون ببشرة أكثر شباباً ونضارة؟ تعرفوا معنا على علاج السلة المتكاملة. ما هي نسب نجاح العلاقات البعيدة المسافة؟ الجواب والحلول معنا في فقرتنا الاجتماعية اليوم. إلى كل مرأة تعشق حقائب اليد، تعرفي على آخر صيحات الموضة لعام 2016. مجموعة جديدة من الأكسسوارات الجميلة نستعرضها مباشرة من استوديو بي لايف، وغيرها من المواضيع تتابعونها اليوم مع نانسي ياسين وساشا دحدوح. أطيب التحيات لكل المشاهدين اللي انضموا هلا لقناه ال بي سي وروتانا خليجيه حتى يتابعوا معنا حلقه اليوم من بي لايف. مثل العاده موعدنا بيستمر معكم لمده ساعه ونص من الوقت، وبهاللقاء انا وساشا. بونجور. كيفنا؟ كيفك نانسي؟ شو الاخبار؟ تمام الحمد لله مثل العاده، واكيد بحيي كل عم بتابعونا على ال بي سي وقناه روتانا خليجيه. متمنى تكونوا كلكم بخير، وبندعيكم ساعه ونص من الوقت رح تكون الاجمل خلال نهاركم. واليوم حلقتنا غير شكل عن جمال طبعا، تجميل طبعا، موضة، وكلها موجهة للمرأة العربية وين ما كانت موجودة. أكيد بالبداية خلوني رحب بضيوف فقرتنا الأولى، اختصاصية التغذية نيكول مفتوم. أهلا وسهلا فيك نيكول. ميرسي. شو أخبارك؟ ماشي الحال. أنا سعيدة إنه اليوم هيك أول مرة بسأب أنا وياك. صحيح. بس شو حتطلعي لي؟ وكمان الاختصاصية بمعالجة البشرة ومكافحة الشيخوخة كارول زمرود. كمان أول مرة. إيه أول مرة عن جد. أول مرة بنلتقي. كيفك كارول؟ منيحك. شو الأخبار؟ ليه اخترتي لنا هالموضوع تحديدا هالسلة؟ هالسلة هسا رح أخبرك شيء عن السلة، سوربريز. سوربريز السلة. أوكي. بس موضوع كثير كثير حلو، يعني أنا متحمسة له. مين رح يهتم فيه أكثر مثلا؟ لأي نوع بشرة أو ولا لأنه للكل؟ للكل. أوكي. كيف يعني هيدا السؤال يلي بيجاوبوا عليه، هيدا الجواب إذا بدك على السؤال يلي بيسألوه السيدات، شو عاملة فلانة بوجهها وقت اللي ما بتعرفي شو معمول بالوجه؟ ولا شيء، ما عاملة شيء. طبيعية. اليوم رح نشوف هيك طبقة طبقة من العلاجات السرية وراء الكواليس شو بيكونوا عاملين. اوكي. اكيد وراء الكواليس بيكونوا اكلين منيح كمان. اكيد. ايه، لأنه التغذية بتأثر كمان كثير على صحة البشرة. صحيح. كثير كثير رح ينعكس كمان على جمالك الخارجي. صحيح. وكمان الطريقة يلي عم تاكلي فيها، ما بعرف إذا تروقتي أخذت ال إنه أنا اقول لك في تروقت مرتين. لا حرام عليك، هي كانت رويقة غدا بس بفتكر ابدا مش صحي اللي اكلته، لحم بعجين يعني بتعرفي. انا اللي بعرف. هلا رح نحكي لكين عن التربية. اكيد اهمية الفطور وتنقية انواع معينة من الاطعمة على الفطور. تمام، لكن رح ندخل اكيد بتفاصيل مواضيع اللي اخترتوا لنا اياهم بعد شوي. ولكن هلا فقرة مواليد هذا اليوم، واليوم الممثل المصري خالد زكي بيحتفل بعيد ميلاده. هالممثل اللي لمع بالسينما التلفزيون والمسرح وتميز بأدائه للأدوار القوية والقيادية، ومن أهم أعماله سفارة في العمارة، طباخ الريس وغيرها. عبيل 100 سنة بنقول له لهالفنان المحبوب جدا، وإن شاء الله يا رب هيك دوام الصحة وبنشوفه بأعمال كمان إن شاء الله. كمان هابي بيرثدي للفنان التونسي بهاء الكافية اللي بنحبها كثير، واللي سبق وشرفتنا ببرنامجنا. بهاء انطلقت من برنامج المواهب ستار أكاديمي بموسمه الأول، ومؤخرا كان لها أغنية جديدة بعنوان لك عين. بتكلم ده انا شايفك وانت بتتكلم وبتمسك ايدا وبتسلم كان ناقص ايه تاني وانا ليه ما كنتش اعرف ده الحق مش عليك ما انا برضو غلطانه لك خليت قلبي في ايديك مش عقبال ال 100
وحشوني عقبال المية لبهاء، وهيك اشتقنا لها ان شاء الله بس تكون موجودة ببيروت كمان بكون لها بكون لها زيارة عنا. كمان هابي بيرث داي للنجم الانجليزي جيمس بلانت يلي اشتهر باغاني جدا رومانسية، واول اغنية اطلقته كانت يور بيوتيفول جيرلز. Next time I swear I'll change. When I find love again, when I find love again, I'll be much better than the man I used to be. When I find love again, when I find love again, I'll have a better plan for us. Hey, oh, I'm not ashamed, 'cause everybody has a heart that's made to break. Hey, oh, don't be afraid, 'cause you're only getting stronger from the pain. أكيد هابي بيرث داي للكل، عيد ميلاد سعيد. أما هلا منتقل للندن فاشن ويك ووقفة خاصة لبرنامجنا بلايف مع عارض ألكسندر ماكوين. قدمت مديرة الإبداع سارة بيرتون مجموعة مميزة ذات تصاميم غير اعتيادية ضمن تشكيلة ألكسندر ماكوين لشتاء 2016 خلال أسبوع الموضة في لندن. وتكونت المجموعة من الفساتين والمعاطف الصوفية والجلدية ذات النقشات المطبوعة من الورد، الفراشات والشفاه بألوان دافئة. وتضمنت التشكيلة كذلك مجموعة من الفساتين ذات الطبقات الفضفاضة المفتوحة من الجوانب، ومجموعة أخرى تشبه الفساتين الفيكتورية بقساتها ولكن ليس بتحفظها. وبالإضافة إلى مجموعة مميزة من فساتين السهرة الشفافة المرصعة بالكريستالات. أما بالنسبة للألوان المستخدمة فقد كان أغلبها باللون الأسود في الإطلالات العملية الأنيقة والزهري في بعض الفساتين الفضفاضة. كثير بحب تصاميم ألكسندر ماكوين، بالفعل مميزة وموجهة بفكر هيك للمرأة الشوي جريئة وعصبية. صحيح. رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني وبعد البريك مباشرة مع أهمية الفطور معك يا نيكول، لأنه كتار منا يمكن ما بيعطوا أهمية لهالوجبة خلال النهار. كارول نشوفك بعد شوي. فيك ترتاحي. عندي كثير أشياء حضرها هلا بشوف. يلا وقفة قصيرة مع الإعلان وبننطلي مواضيع حلقتنا، خليكم معنا. عودة لمتابعة بي لايف، ومنرجع منحييكم عن جديد وما كنتوا عم بتتابعونا، ومنطلق بحلقتنا لليوم مع خبيرة التغذية نيكول مفطوم. عن جديد منحييك، أهلا وسهلا نيكول. أهلا وسهلا نيكول. شو السبب ما منعير أهمية لوجبة الفطور خلال النهار؟ رح تلاحظ انه كثير الاشخاص بالبلاد العربيه وبلبنان بكل البلاد العربيه كمان تحديدا بعدهم لحديت اليوم بقفوا وجبه الترويقه من على بكره، ما بيتناولوها. التلاميذ المدارس والجامعات بيروحوا على الجامعة على المدرسة أول 3-4 ساعات ما بيكونوا أكلين بعد شيء، وبيكون عندهم دايما نسبة تركيز منخفضة أكتر بكتير، علامات أوطى بكتير مقارنة للتلاميذ اللي بيكونوا تناولوا وجبة الإفطار من عبكرة. هذا الشيء كمان بيلعب دور كتير أساسي بالميتابوليزم تبعهم، أما أو عملية الحرق قدي بيحرقوا بنهار الأشخاص اللي بقفوا الترويقة من عبكرة. مع الوقت الميتابوليزم تبعهم بينخفض، طالما الاشخاص اللي بيتروقوا بيتغدوا بيتعشوا وبيدخلوا حصص سناكات بين الترويقه والغدا والغدا والعشاء بيكونوا عم بيحافظوا على الميتابوليزم تبعهم خلال كل فتره حياتهم، بيكونوا بالتالي عم بيحرقوا سعرات حراريه اكثر وعم بيحافظوا على وزنهم مقارنه لغير اشخاص. نيكول مرات كثير كمان بنكون مستعجلين ناكل موزه مثلا مع كبايه عصير بركه او قهوه او شاي، هل هالشيء كمان غلط؟ تاكلي موزه شغله منيحه مع كبايه حليب فيها تقطع مع كمشه من اللوز من الجوز، هون بعدنا اذا بدك من ضمن شيء
صحي وسليم. بس لما تقولي لي كنت مستعجله قطعت اشتريت دونات اخذت معها قهوه لغمتها بالسكر بالكريم كمان، هون بتكوني عم بتنقي نوع الرقيقه منها صحيه ابدا، ويلي هي كمان بيوقعوا فيها نسبه كثير كبيره من الاشخاص. نعم بياخذوا هالرقيقه يلي فيها كميه سكر مرتفعه، كميه دهون مرتفعه، سعرات حراريه، كميه السكر المرتفعه رح تاثر. من هون بتلاحظي قد ايه في عندك اولاد هايبر اكتيف كثير قد ما بياخذوا كميه سكر هائله. كمان من انواع حبوب الترويقه يلي اوقات بنقوها ما بيكونوا مطلعين على لائحه المكونات على نسبه السكر يلي بتحتوي عليها، وبيكونوا عم بيوقعوا على خيارات منها صحيه ابدا عم تاذي صحتهم. طب بالنسبه للحليب هون بتنصحي يمكن ناخذه كامل الدسم او قليل الدسم، شو الصحي اكثر؟ يعني هون الفرق بين كامل الدسم وخفيف الدسم بالفيتامينات وبالمعادن عم نضلنا محافظين على نفس الكمية. الفرق هو بالسعرات الحرارية وبنسبة الدهون. إذا كان شخص عباله يخسر وزن معين أما يحافظ على وزنه يكون عم ينتبه أكثر على السعرات الحرارية، في يلجأ لتناول حليب يلي خفيف أما خالي من الدسم. ولكن إذا شخص ما عنده مشكلة معينة بفضل طعمة الحليب الكامل الدسم فيه يلجأ لإلها كمان. طب إيه؟ هون كمان منلاحظ إنه في مشكلة كتير كبيرة بالبلاد العربية، كتار الأشخاص اللي بعد عمر معين بيوقفوا شرب كباية الحليب، بفكروا إنه خلص كبرنا نمينا طولنا نحن بطلنا بحاجة لإلها. اليوم كباية الحليب ضرورية من أول ما نخلق لحد ما نموت، ما في نهار لازم يقطع ما نكون مدخلين فيه تشرب حليب كباية الحليب. بس في ناس ما بتحب الحليب، هون هل في بديل لقله مثلا كوكونات ميلك مثلا او حليب اللوز؟ هلا فينا نكون عم نستبدل كباية الحليب بكباية من اللبن، بنكون عم نحصل على نفس كمية الكالسيوم الموجودة بكباية الحليب. فينا نحصل على كباية من حليب الصويا كمان للأشخاص اللي بيعانوا من نفخة من وراء اللاكتوز اللي موجود بحليب البقر إلى آخره. وفينا هون كمان نلجأ لحليب اللوز، بس هون رح يكونوا إذا بديك المعادن والفيتامينات والمواد الغذائية منخفضة مقارنة للمواد الغذائية اللي منلاقيها بكباية الحليب. رح تقولي لي شو موضوع مشتقات الحليب، اللبنة، الجبنة؟ بديك 8 ملاعق لبنة كبيرة تتساوي نفس كمية الكالسيوم الموجودة بكوب من الحليب. وتقريبا 60 جرام اما 40 جرام من الجبنة تا يطلع لنا نفس كمية الكالسيوم الموجودة بكباية الحليب. طيب القهوة والحليب، هل مظبوط انه القهوة بتروح لك كل فوائدها؟ القهوة رح تخفف من نسبة امتصاص الكالسيوم. الكالسيوم اليوم رح يساعدنا لكذا شغلة، رح يساعدنا تننمى، رح يساعدنا لتخزين ريزيرف دو كالسيوم يلي موجوده بجسمنا يلي مع الوقت رح تساعدنا نخفف يصير معنا هشاشه العظام الى اخره. وكمان للاشخاص اللي عم بيتبعوا حميه معينه يلي ما كان معهم خبر، اذا كل يوم بدخلوا كبايه حليب من عبكره كبايه حليب من عشيه، هذا الشيء بحفز على حرق الدهون بطريقه اسرع، فبتكوني عم تخسري وزن بطريقه اسرع وعم تخسري وزن بطريقه افضل كمان. حلو، اكيد نيكول مكفين معك ورح نحضر سوا بمطبخ بلايف بعض الوصفات هيك السريعة والصحية كمان للترويقة تكون هيك غذائية بأخف سعرات حرارية. أكيد تنحفز الأولاد اللي دايما بيقولوا لا على الترويقة ياخذوا اشياء مثل المافنز البانكيكز اللي معودين عليها، بس عم نحضرها هون بطريقة صحية. أوكي أكثر لكن إلى مطبخ بلايف. لكن بعض الاصناف والانواع عم نحكي عنها اكثر. اوكي أكيد. شو بدنا نبلش؟ يعني عندنا اول ضيف سريع موجود معنا هو البانكيكس المعمولين من زعتر. اذا تالي على بالك تاكلي منقوشه، ما على بالك تاخذي كل السعرات الحراريه بالعجين يلي موجوده بالعجين وبالمنقوشه مثل ما هي، فيك تحضري بالبيت بتاخذي كوب من طحين القمح الكامل، هون بيكون فيه معادن اكثر، فيتامينات اكثر والياف اكثر، بدنا نخلطه مع بيضه، مع كوب من الحليب، ملعقتين من البيكنج باودر، ملعقه صغيره من السكر الاسمر، ربع ملعقه من الملح، وهون فينا نحط ملعقتين لثلاث ملاعق كبيره من الزعتر مع ملعقه لملعقتين من زيت الزيتون، بنخلطوا كلهم مع بعض، بنحط المقلي كوكينج سبراي، بنحط ملعقه كبيره، اكيد البانكيك بدنا ننطر تيبلش يصير فيه مثل بيول بنشوفهم عم بيصيروا على الطبقه الخارجيه. اوكي نقلبها ننطر كم دقيقة ونرجع منشيلها بنحطها بالصحن، فينا نضيف لها ملعقة
من اللبنة لايت، بنكلها مع النعنع مع الخيار مع البندورة إلى آخره. هيدي وصفة سريعة لذيذة، بانكيك يعني بنتقبلها إنه طيبة حدكم، خصوصا عند الأولاد اللي بيقولوا ما بدنا نتروق، لأنه مع بالنا عادة الأولاد دايما بحبوا البانكيكس المافنز البسكوت، فهون فينا نحول المكونات الموجودين فيها تكون مكونات صحية أكثر بكثير. والخلطة للمافنز هون غريبة كثير، لأنه كنا عم نحكي أنا وياك قبل الهواء. صحيح، مافنز من الفول. من الفول. أوكي. نعم. كيف تحضر؟ بدنا ناخد كوبين من الفول المسلوق، منحطهم بالبلندر مع بندورة مهرومة، بصل مهروم، إذا منحب نضيف كمية صغيرة من الثوم، البصل الأخضر، النعنع، مع 3/4 كباية من الطحين الأسمر، مع ملعقتين صغار من البيكنج باودر، وثلاث بيضات كلهم مع بعض بلس واحدة، نرجع منحطهم بقوالب المافنز ومنفوتهم على الفرن تلت ساعة أما 25 دقيقة. طب شو فايدة هالمافنز كمان؟ وقديش بتحتوي سعرات حرارية؟ الفول، الحمص، العدس، كل هالأنواع الحبوب بتحتوي على كمية مرتفعة من البروتينات وبتحتوي على كمية مرتفعة من الألياف. فمجرد ما تاكلي وحدة رح تقيتك لوقت أطول، مكوناتها كتير صحية بالفعل، لأنه بتحتوي على المعادن على الفيتامينات. وهون إذا بتقارني هالمافن لغير أنواع من المافن يلي بيحتوي على كمية كبيرة من السكر من الطحين الأبيض يلي رح ناكلها، رح نضلنا نحس حالنا جوعانين، هون رح تقيتنا ورح نحس حالنا انه بالفعل صح شبعنا. يمكن وحده بتقديك عن جد، وحده مع كبايه من الحليب من عم بكره رح تكون كفايه. اوكي، طب بالنسبه للحليب كيف بيكون؟ قليل الدسم ولا كامل الدسم؟ هلا مثل ما سبق وقلت، حسب الاشخاص، حسب عبالهم، اذا عبالهم يتخلصوا من وزن زائد عم يتبعوا نوع حميه معينه بدهم يخففوا سعرات حراريه، رح يلجأوا للحليب يلي رح يكون خفيف الدسم. وللاشخاص اللي عندهم مشكله بتقبل كبايه الحليب مثل ما هي، بحسوا انه لونها بلعيلهم نفسهم وريحتها كمان بتلعي النفس، فينا ناخذ البلندر، ناخذ موزه اما موزتين اكيد بنحطهم بنقطعهم بنحطهم بالبلندر مع كبايه من الحليب، بنحصل على البنانا ميلك شيك يلي ريحته بتكون تغيرت وطعمته بتكون كثير لذيذه اكثر. واكيد هون كمان شغله كثير مهمه، بتكون عم تحصلي كمان على البوتاسيوم المغنيسيوم جميع المعادن والفيتامينات يلي موجودين بال. طب نيكول، لاي عمر الولد بتنصحه يعني كاختصاص انه كاختصاصيه تغذيه بتنصحي نضلنا نعطيه حليب كامل الدسم؟ ما في فرق، يعني اذا كان ولد صغير بيعاني من نسبه سمنه مرتفعه، السمنه عباله يتخلص من هالوزن الزايد، فينا نعطيه حليب خفيف الدسم. اوكي، ما بيأثر. ما بيأثر. طيب شو عنا بعد؟ هون ما حكينا، ما حكينا بعد شو في بالمردين هون لجميع الاشخاص يلي غرامهم الشوكولا يلي بيمرغوه على الساندوتشز تبعهم، ما رح نسمي اسامي. هالشوكولا يلي بنعرف انه لما نكون عم نشتري خالص مضر للصحة، لأنه بيحتوي على البالم أويل، أما زيت النبات تبع النخيل يلي هو بالفعل كتير مضر للصحة. فينا اليوم بالبيت نحضر، إذا بتحبي تشمي هالمزيج يلي هو مزيج من اللوز المطحون مع الكاكاو مع كمية كتير صغيرة من الكوكونات باتر مع كمية صغيرة من الشوكولا الأمير يلي دوبناه، وبنحصل على الألمند شوكولات باتر. فينا سريعا نفرجه للمشاهدين. رح ناخذ 200 جرام من اللوز، رح نحطهم بالبلندر يلي شفرته رح تكون كثير قاسيه، رح نبلش نطحن. مثل ما بنلاحظ اول شيء بنحصل على بودره اللوز، هالبودره بدنا نتركها شوي اكثر بالبلندر، رح تبلش تقسى مثل ما بتلاحظي عم تبلش تقسى شوي شوي، بتصير مثل الباك او مثل عجينة. صحيح، بتصير مثل نوع من العجينة. أوكي. أول ما تصير مثل نوع من العجينة بتبلش تطلع الزيت تبعها، فهون بنحصل على الألمند باتر. طب وطعمتها بتختلف عن عجينة البندق كمان بنلاقيها نحن بالأسواق. صحيح، لأنه عندها طعمة رح تكون طعمة البندق. عم تسمعونا عم نفرش المشاهدين ولا؟ يعني معلش تحملونا. المرحلة هلا صار فينا نبلش. أوكي. إذا بدك ننزل اللوز يلي تجمع فوق وتا نرجع نخلطه تا يرجع ياخذ على بعضه ويبلش يطلع الزيت تبعه.
نفس الطريقه فينا نحضر البينات باتر يلي معمول من الفستق السوداني. نفس الشيء ما بتختلف. هون اذا حضرناه بالبيت بنكون عم نعرف شو عم نحط مكونات، ما عم نضيف مكونات فنحفظ هالمرضين لفتره اطول بكثير، فهون بيكون طبيعي 100%. اوكي. رح نلاحظ اوقات انه معقول تحمى شويه، بس رح نرجع نعيد هالشغله يلي عم نعملها. اوكي، قد ايه بعد معنا وقت؟ بس لنشوف اذا بنلحق كمان. يلا سريعا، نص دقيقة لحسن هون كيف بلشوا بالفعل ياخذوا على بعض وصار المزيج قاسي. اللوز بيحتوي على كمية مرتفعة من الكالسيوم اذا بتقارنيه لغير انواع من النقولات. فهون كمان لما نكون عم ناخذ الملعقة من الالموند باتر مع توست قمحة كاملة بنكون عم نحصل على كمية من الكالسيوم والبروتينات يلي موجودين باللوز. هلا نعتبر شدوا مزبوط، شو شدوا مزبوط؟ بدنا نزيد لهم ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو، نص ملعقة من بودرة القرفة. هون الأشخاص فيهم يزيدوا المنكهات يلي عادلهم يزيدوها، فيهم يزيدوا جينجر باودر، جوزة الطيب، شو عادلهم يزيدوا أشياء. وعندنا هون نص ملعقه من الكوكونات باتر، اما زبده الكوكونات اللي عندها فوائد يعني غذائيه كثير صحيه. فينا نحط زبده عادي ايه اذا ما عندنا الزبده كمان فينا نكون عم نستخدمها. اوكي. واخيرا بدنا نذوب 30 جرام من الشوكولا المرداماري ونضيفه لهالمزيج الخلط. اوكي، وهيك بتطلع معنا هالعجينه يعني مثل ما لاحظتي هون صارت ديجا مثل ما بدنا اياها. almond chocolate butter. almond chocolate butter. اوكي. وهون فينا نتناولها كمان مع الموز، فينا نقطع الموز سلايسز ونحط عليها شهينا هيك بالفريزر بيطلع لنا كسناك لبعد الظهر كانك عم تاكلي بوزه على موز مع الالموند شوكليت. ميرسي نيكول، شكرا لكل هالمعلومات، اهلا وسهلا فيك وان شاء الله بنشوفك كمان عن قريب. اكيد، ولجميع الاشخاص اللي بدهم يحصلوا على وصفات اكثر فيهم يشوفوا ايت لايك نيكول صفحه على فيسبوك على انستغرام ايت لايك نيكول دوت كوم. اهلا وسهلا، شو رح تتابعوا بعد الفاصل؟ علاج السل المتكامل لتجميل البشرة وإظهارها أكثر شباباً. هل العلاقات البعيدة المسافة إلى حظوظ أكثر بالنجاح؟ اكتشفي معنا أحدث موديلات حقائب اليد لهالموسم. مجموعة جديدة من الأكسسوارات نستعرضها مباشرة عبر بي لايف. بي لايف، ومره جديده مرحب بكل المشاهدين وكمان مرحب بكارول زمرود. هول شو دخلك؟ عم تحضرنا برات الهوا كارول على البريك. هول شو حذر المشاهدين، هول شو لحظه الجواب مش طابه. طب اعطيني بس فيني جرب فيني شوفها. هدول كولاجين، هول بالبشره كولاجين. اليوم رح نعمل قدام شيء فعال. فكرت شيء رح نستعمله. بما انه وقتنا كثير قصير وبدنا نحكي كثير بسرعه، رح ادعي كل المشاهدات يلي ناطرين كل تنين وبلشوا من الجمعه يسالوني عن شو بدنا نحكي اليوم من مصر ومن العراق. تحياتنا لكم كلكم ولكم كثير تحيات من العراق. بنسلم كثير عليكم. اليوم رح اعمل لكم ديمو لحتى نشوف السله المتكامله تبع علاج البشره كيف بتصير. اوكي تفضلي. رح نحسب انه هيدي اخذنا من البشره شقفه صغيره يلي هي هيدا. اوكي شو معبيه بشرتنا؟ شو بدنا نعمل؟ قد ايه بده هيدا ليتعبى؟ هلا بس تحسي انه تعبى قولي لي انه اوكي. عم نشوف على الهواء. اوكي رح بعد عبي. بده ايه بعد. اوكي تعبى؟ ايه فيك بعد تعبي اذا بدك بعد على الجنح. ايه بعد شو معك حطيهم؟ اوكي مش الحال خلص تعبى؟ ايه فول تعبى. اوكي بتقولوا انه هيدا جات معبى؟ ايه تقولي معبى؟ مش معبى معبى، في فراغات. ايه فراغات اكيد. مش عم نقدر ناطرتنا على الكلمه. يلا رح نعبي الفراغات. يلا عبينا الفراغ. بتحمل بعد؟ بتحمل اكيد. هيدي بشرتي انا هلا هيك. اوكي تعبى هيك؟ ايه وبعد بتعبي. بعد بيحمل شيء بتقوله؟ شوية مي إذا بدك. لا مي، لا ما رح نحط مي هلا. بعد يحمل شيء صليت بتقولي؟ لا خلص بكفي. خلينا نجرب ملح. أقول لك بيخرق؟
أكيد. طيب وهيدا شو بعد؟ في شيء؟ شو بتقولي؟ معك أكيد إنه هول كل محملتهم لشو؟ هلا لنشوف هلا في كبيت فاضيين هالسلة شو حتكون؟ هالسلة فيها كثير كولاجين فوالا. أوكي أوكي هون بعد في فراغات. طيب فإذا البولة كولاجين بين الكولاجين في فراغ عبيناه عملنا له دعم اوكي ورجعنا دعمناه كمان مره واخر شيء فيني انا اذا بدكم بعد عبي مي ترطيب اوكي اعمل ترطيب بعد فيني اعمل شيء يعني حيفعل لا هلا انتم جاوبوا حسب اللوجيك شايفين تعبى جات ولا ما تعبى خلص ايه بعد نحط شيء شو بعمل فيه لجات انا؟ رح احط له مغلفه بكريم هذا الكولاجين طالع زياده رح نغلفه بكريم بعد فيني احط له شيء؟ لا خلص صار مسكر ما بقى في شيء ولا بيروح ولا بيجي مزبوط صار ارماتيك صار متكامل وصار شادي هلا فيني احط له وافي شمس اخر شيء اوكي شو عملت انا بقلب الجات؟ حفزت الكولاجين بالبشرة يلي هن البول رجعت لقطتهم بإلاستين يلي هن حبوب الفاصوليا الحمراء اوكي رجعت دعمت فيهم الترطيب يلي هو الملح الملح وحطيت لهم عامل مطري يلي هو المي وحطيت لهم كلين فيلم يلي هو النانو تكنولوجي كريمز واخر شيء عزلته عن العالم الخارجي بسان سكرين اوكي شو له معنى هيدا كله؟ هيك صار بينشغل بالبشره من هون ورايح يعني اللي بدها تعمل اعاده ترميم لجمالها وتبين 10 سنين اصغر بدها تبني بشرتها مثل ما انا عبيت الجات بدنا نحفز الكولاجين اول شيء براديو فريكونسي بيلوفي ثلاث جلسات بالسنه بدنا نرجع نعمل بالفيرم نشد الفاصوليا الأنسجة بدنا نرجع نعمل ألتيرا بدنا نشد التيشوز أوكي. بدنا نعمل ترطيب بالفيلرز وأحسن باللايت فيلينج وآخر شيء بدنا نستعمل كريمات نانو تكنولوجي مش شو ما كان وبدنا نحمي البشرة من الشمس أوكي. معنا كم صورة خلينا نشوفهم ونعلق على البيشنت سوا إذا البشرة منا مزبوطة قبل ما نعمل حيلا شيء مننظفها بننظفها من التصبغات بالبغات من الحبوب بنسكر لها مسامه يعني الجات هو ارضيه محضره سكن ريدي لحتى نشتغل عليها ونصغرها 10 سنين لورا اوكي اذا في تجاعيد على الجبين مش بس بوتوكس لانه بوتوكس بشد محلات بيطلعوا الحاجب هون بيكون في ثلاث خطوط بنمحيهم راديو فريكونسي بنشيلهم كلياتهم وبنرجع نعمل فوقهم بوتوكس اوكي الصوره الثانيه إذا البشرة منا نظيفة لونها بني أكل كتير شمس نعمل لها عجينة صفرة نرجع نعمل لها بالفيرم لحتى نرجع نضويها وهيك بتصير لأنه هون عم شوف حالة كتير متقدمة ايه هو كله حالات متقدمين ما بيتصلحوا إلا بهالطريقة بهالتقنيات اوكي بنكفي اوكي شوفوا قبل وبعد هلا شوفوا قبل كيف كانت شوفوا بعد رح أقول لكم شو عملت عملت ثلاث جلسات تحفيز كولاجين البولات اوكي طلعني لها اياه هون عبيناه لوجهها من كولاجين الخاص عملت جلستين بالسنه ألتيرا لحتى شديناها لانه كانت كثير مترحله من هون بشي رجعنا عملنا فيلر تحت العين لحتى سكرنا التير تروف وعملنا شويه ميزوثيرابي للجلو وعطيناها كريمات تفتيح بدون عجينه صفراء مع اكرام توتال 50% ورجعت بنتها على البيت مش هي عن جد يعني شوفي قديش فرقت يعني صغرت هيدا البروجرام البوله مع الفاصوليا مع الملح مع المي تحت العين كيف كان شفتي كيف كان تحت العين بياخذ 3 دقائق اذا عامله 3 جلسات محفزه كولاجينك وعملتي بدنسيتي 2 تحت العين خلص بتفتح كلها وبيروح الجوره وبيروح الاسود وبصير التعب شو بعد شاب مش ضروري مش حكر عن نسوان التجميل ابدا الشباب كثير عندهم كمان ابروت شوفوا هون اثنين التيرا اثنين جلستين شد للفي شيب اثنين مش وحده ما معبى هيدا مش معبى لا لا من لا كله معبى منه في معبى منه في بال بالبلفيرم فاذا عملنا خليني اقول شو عملنا له ايه؟ عملنا له في شيب بالالتيرا
الماشين يلي بتشد يلي قلت لكم انه هي تشتغل على الترا ساوند بس بليز التيرا ما في الا مكنه وحده بالكون والباقي كله سينه وكوره وتقليد ما تعملوا الا الالتيرا بالاصلي يعني لانه بصير في حروق بصير في مشاكل اوكي عملنا تحت العين نفس الشيء عملنا عجينه صفراء للون وعملنا ميزوثيرابي لايت فيلينج لحتى نعطي نضاره بس لا وجهه شو اختلف منطقه الحنك غيرنا الشكل فيك تلعبي فيها ترسمي فيك ترسمي بالماشين تشد لا عن جد هون هيك هالفورم براد اه اوكي منكف شوفوا هون طلعوا هيدي الكيس اخذه كثير 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 شغل اول شيء بلشنا اول شيء عجينه صفراء لكل وجه شلناها لي فيس اوف اوكي ثاني شيء فول فيس بوتوكس ثالث شيء اثنين التيرا بس على تموجات عاليه اثنين فيلفيرم اثنين بلوفي لحتى الكولاجين نرجع كلهم عايشوا لانه قاعده بجبل وبتطلع على البلكون بتشرب قهوه متقدمه بالسن كمان مش كتير على فكره ستيني بس بتتعرض للشمس بتصير تبين كل يوم بتطلع عندها جاردان بتطلع بتعمل صبحيه للظهر بتقعد بالشمس كل يوم هي وبنت اخر شيء الشمس استهلكتها واخذه ثلاث اوبر فيلر بكل خد لحتى ترجع تعطي لمبلبنس بس هون ما عندي 10 سنين انا هون عندي 20 سنه صغرت لانه كمان اخر شيء عطيتها فيتامين سي نانو تكنولوجي هيالورونيك اسيد وبالليل عطيتها ريتينول او كبسولي نانو تكنولوجي وصار والحلو انه تركت شوي خطوط يعني بعض الملامح مش انه صار وجه كثير ماسك يعني لا هيدا كله عم نقول انه صار في بلفيرم بلوفي التيرا لحتى تقللي من التنفيخ يعني كولاجينك اللي مات ترجعي تعيشي ترجعي تعيدي يعني شبابك تعوز الابره انه الابره تنفخك انت عندك كولاجين بينفخ لحاله من الله ففيك صار فيها بهالتقنيه نرجع نعيش الكولاجين ونوقف الفيلر شاب رجال كبير بالعمر كمان اكل كثير شمس وفي عنده اصفرار بالبشره هون بنعمله فراكشن سي او 2 ليزر ليزر او اي بي ال ريجوفينيشن ثلاث جلسات او جلسه فراكشنال ليزر وحده تقبع بينزل كل هالصفار يلي مبينه ختيار بصير عنده جلده جديده اثنين ابر فيلرز تحت العين بوتوكس اثنين التيرا اربع ريجو فريكونسي طب والشرايين الحمراء اللي بتكون كمان بالبشره بتروح شرايين حمراء بنشيلهم بثرمافين في عندنا مكنه مثل القلم مثلا في عندنا حسبه شرايين حمراء بهالمنطقه هون دايما على المنخار بيكون في شرايين حمراء نمشي عليه للشريان بيختفي بيكون في هون على راس الخد وعلى الدقن جلسه واحده او جلستين نتخلص من شرايين مدى الحياه بس بدي اياكم تشوفوا هون مثلا الكرو عند عينه شو هون في عملنا واحد اذا ايه عملنا ريديو فريكونسي اربع جلسات بالسنه والتيرا فتحنا له اياها فتحنا له الاوربت ونقطتين ريدانسي تو فيلر نقطتين أوكي. يعني بدل ما تحطي ابرتين صح. صرتي بتحطي نقطه صح. وصرتي بدل ما تبيني فيك ومنفخه بس بتضحكي تبيني انه كثير عامله اوبر ومنفخه وشو عامله بحالك صرتي انت بتعبي من نسيجك من كولاجينك وببين كثير طبيعي واخر حاله شوفي هون اخر حاله اخر حاله اربع راديو فريكونسي ما بتحب تعمل فيلر جاست فيلر جاست فيلر ابره وحده بس شين بروجكشن حطيناها هون هون عملتي لها صار عندها فورم بوجهك كله صار في جو لاين 15 سي سي عملنا فيلر هون وهون بس خدودها كلهم راديو فريكونسي هيدا كله كولاجين الطبيعي ما بقى في ولا نقطه فيلر حتى اشتغلنا راديو فريكونسي على منخاره شوف النو ستيب شوفي كيف تجلس جلست لها اياه كله الوجه انعم بكثير بس صار في دقن كمان صار محدد يعني مرسوم اكثر مظبوط هلا ليش سميته علاج السله؟ يعني بالسله فيك تحطي بلوفي فيك تحطي بلفيرم فيك تحطي التيرا فيك تحطي شوية بوتوكس فيك تحطي نقطة فيلر فيك تحطي عجينة صفراء فيك تحطي لايت فيلينج فيك تحطي الاي تريتمنت الجورة تحت العين تسحبيها فيك تعلي الجفن الهابط وفيك ترسمي ديفينيشن للجو لاين مشان هيك السلة فيها انجريدينتس فاذا كل شخص بيجي انا ببقى حاطه الفايل قدامي بقول لهم تعالوا عندي على الاستشاره بدون ميك اب لانه دائما اول امبريشن اول مره بشوفها للسيده هي اللي بتكون صحيحه لان بس تحكي يا بتلاقيها مهضومه يا بتتعاطفي معها بتنسي الدفو مشان هيك اول ما تشوفي الشخص بتحطي الملاحظه جوره تحت عينها او شو خدها دقنا فيت لجوا تك 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 كل شيء بتكتبي كل شيء بعدين يا بونجور كيفك بدك كذا 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 بتكوني انت اخذت النوت وبتحطي لها البرنامج طبعا شكرا لكل هالمعلومات كارول بفعل شو مهمه هالسله
كثير كامل متكامل. انا كل اللي حابب شيء رح اخذه من السوبر ماركت. انت بدك الشرطه. انا في شيء رح استعمله من هالسنه اكيد. اكيد راديو فريكونسي والتيرا، اكيد التيرا تحت العين. بس بليز بس كمان بدي ارجع لكم التكنولوجي اللي بحكي عنها، اعملوا التكنولوجي لانه في كثير اشياء تقليد بيحرقوا بيعملوا. فاذا اللي عندهم اسئله فيهم يتواصلوا معي على رقم التليفون او فيهم يفوتوا على فيسبوك او على انستغرام، مواقع التواصل الاجتماعي كل المواقع على كارول زمرود، او احسن شيء تتصلوا فيه مباشره اذا حابين تعرفوا السله تبعيتكم شو لازم يكون فيها. ثانك يو كارول، اهلا وسهلا. برات لبنان فيهم يبعثوا صوره كمان، ما في مشكله. ميرسي كارول، خلص الوقت، يلا باي. شو راح تتابع بعد الفاصل؟ هل تنجح العلاقات البعيدة المسافة أكثر من غيرها؟ أحدث موديلات حقائب اليد لهالموسم نكتشفها معا خلال فقراتنا. تعرفي معنا إلى مجموعة جديدة من الأكسسوارات مباشرة عبر بي لايف. عودة لمتابعة بي لايف. موضوعنا الاجتماعي بهم كل الأزواج. هالموضوع رح نطرحه من ناحية كمان النفسية مع ضيفنا المتخصص، ولكن بالعلاقة دايما هل بتنجح العلاقات البعيدة المسافة؟ بنعرف ظروف الحياة ممكن تحكم انهم يبعدوا عن بعض، وكيف ظروف الأزواج ممكن هيك يواجهوا هالمسألة بين بعض. بيخبروا انه زوجين تغلبوا على المسافة البعيدة اللي بتفرق بيناتهم، بحيث منشوف انه تغلب شاب وفتاة على المسافة البعيدة اللي بتفرق بيناتهم، حيث بعيش الشاب بهونغ كونغ والفتاة بنيويورك. فاستغلوا هالمسافة وابتكروا فكرة جديدة او مشروع مصور بعنوان نصف ونصف، بتعتمد فكرته على جعل صورهم بتكمل بعضها. يعني كيف هيك بتشاركوا الصور مع بعض؟ رح نشوفهم نحن وياكم على الشاشة. شو بتعمل هالزوجة هيك نص الصورة كمان مع زوجها مثل ما عم نشوف؟ يمكن هيك بحسوا انهم اقرب لبعض وما بحسوا ببعض المسافه. هون كمان يد الزوج ويد الزوجه، كل شخص وكل شريك بمنطقته. مهضومين كثير، يعني دائما هيك عندهم صور جديده يشاركوها مع بعض لما يحسوا بهالفراق ويحافظوا على هالعلاقه. ما بنعرف إذا هالطريقة صحيحة، رح نكتشف أكثر مع ضيفنا. ولكن قبل في عنا إحصاءات محلية بحيث بتقول إنه 80% من حالات الأزواج بيعانوا بمشكلة التواصل مع الأولاد، 40% خيانة عاطفية وجنسية، 70% من النساء يقمن بأدوار الرجال إضافة إلى أدوارهم، حوالي 75% من النساء يصلن إلى الشعور بالغربة النفسية مع أزواجهم. العلاقات اللي بدأت عن بعد 80% منها غير مستقر، وبيتفاجئوا بواقع الحياة الفعلية للشريك بعد الارتباط. موضوع كتير شائك وبهم الأزواج اليوم، وخاصة العايشين بعد عن بعد. سألنا رأي الناس حول هالموضوع ونسب نجاحك عليها، خلينا نشوف شو جوابوا نحن وياكم. العلاقات تبنى مع الوقت والخبرة والتعاطي المباشر بين الأشخاص، ولكن أحياناً تفرض علينا الحياة أن نبتعد عن من نحب. فهل أنت مع أو ضد العلاقة العاطفية في حال كانت المسافة تفرق جسدياً بين اثنين؟ لا أكيد ضد. لا ضد شيء. أكيد ضد. يعني مضطرين، إذا مضطرين إيه ليش لا؟ أنا ضد أكيد. نو no. إنه أكيد مع إذا بيحبوا بعض، إنه ما بعرف. لا أكيد أنا ضد. لا ضد، ماني مع. لا مع 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 اكيد. بطل في تواصل بيناتهم قريب، يعني قد ما بعد جفا، يعني قد ما يقولوا بحب بعد مدة تنسى. لانه ما بيصير كل واحد ببلد، انه هي بوادي ونحن بوادي، هذا غلط. بس اكيد الانسب انه يكونوا مع بعض، خاصة بفترة الشباب لما بكونوا صغار. وهو زواج مبنى على العلاقة، على الكوميونيكاسيون، مش بس بار تليفون. يعني بدك تشوف الشخص رياكسيوناته كل يوم، تعيشي مع هذا الشخص. حتى لو بيحبوا بعض على الماكسيموم، في قصص ما بينزبط. هيدي دائما قصص البعد فاشلة، كل شيء عن قريب أحسن.
لا اكيد ببلد واحد احسن من بلد لبلد، شو بده يعرف عنه وشو بده تعرف عنه؟ بدي الحق رزقه، مسؤوليات لما بكون في اولاد في عيال، هذا اهم شيء، بيضحي بكل شيء الواحد. اليوم سنحاول ان نتعرف على حسنات وسيئات العلاقات البعيده، وكيف يمكن ان يتغلب الحب على المسافه في حال كانت موجوده. نستفسر أكثر عن هالموضوع مع استشاري النفسي عائلي أحمد يوسف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. اشتقنا لك. نحن تمام. يمكن عسنة جديدة. عسنة جديدة هي أول طلبة. أهلا وسهلا أحمد. بداية شو رأيك باللي قالوه الناس؟ الأغلبية عارضوا، هن ضد هالشيء. وهذا طبيعي يعني عارضوا، لأنه أصلا النتائج اللي عادة عم بتصير مع الناس بسبب بعد المسافة بالعلاقات العاطفية والعلاقات الزوجية نتائج أغلبها سلبي، يعني الإيجابي فيها قليل والسلبي فيها كتير. مشان هيك نحن عم يعني الأفضل أنه تكون العلاقة دايماً في محل واحد بمكان واحد، أو البعد ما يكون لوقت طويل أو لمسافات كتير طويلة لوقت طويل. نعم. طب أحمد، هل قبول الزوجين بعلاقة بعيدة المسافة فينا نعتبرها يمكن مخاطرة بالنسبة للطرفين أنه قبلوا بهالشيء؟ هي مخاطرة أكيد، يعني مجرد ما واحد يقبل بأنه هو يكون بمكان بعيد والطرف الثاني يكون بمكان بعيد، أنه إحنا عم نحط حالنا ببيئة غير حاضنة لنألف أسرة وعائلة وتكامل، وهذا الشيء ببعد. يعني دائما تجارب الناس وتجارب تجارب الحياة بتبين أن الناس اللي بعاد جسديا ممكن كثير يصيروا بعاد عاطفيا، ممكن كثير يتعرضوا لأزمات، ممكن كثير يتعرضوا كمان لعلاقات جديدة يفوتوا فيها خارج إطار العلاقة اللي هن موجودين فيها. الالتزام بصير أضعف، المسؤوليات بتخف، مثل ما شفنا بالإحصاءات يعني انعكاسات كمان. وهذا الشيء هاي الإحصاءات نتيجة هي تجارب الناس، يعني هاي الإحصاءات هي مأخوذة من لبنان بشكل أساسي، هي الإحصاءات مبنية على تجارب الناس. ونحن بنعرف أنه بلبنان نحن في نسبة كتير اغتراب، ونسبة كتير من العيال اللي نصها هون نصها برا، ففي معاناتها كتير كبيرة، معاناتها على عدة مستويات. يعني أكثر مستوى ممكن واحد يحكي فيه كمان واحد، أول شيء هو الأولاد. العائلة دائما بتعاني بالأولاد، لأنه الأولاد بمجرد ما سافر الأب ودائما هدفه بالسفر أنه يحسن مستوى العائلة، صح. ولأنه في ظروف عائلية ولأنه إلى آخره إلى آخره، بس دائما الأولاد بيوصلوا لمحل أنه ما بيعرفوا الأب مين. الأب بيصير دوره ضعيف، بيصير غائب عن الأسرة، بيصير غريب كأنه ما بعرف يتواصل معه، بيصير غريب، بيصير غريب، حتى غريب بيصير عن الزوجة، يعني بس يرجع أول فترة بتحسه كأنه إنسان جديد. هذه من القصص الجديد، من القصص الثانية أكيد، لأنه أصلا هي بس بعد 20 سنة غياب مثلا بيرجع ليعيش مثلا بلبنان او مع عائلته وين ما كان، بس يرجع انه تتطلع على الزوجه انه مين هذا الرجال اللي انا موجوده معه، بده فتره يعني ترجع تتعود عليه، يرجع يتعود كانه عم يرجعوا يتعرفوا من بعض، كانه بده يرجع يتزوجوا من بعض من اول وجديد. و20 سنه يعني نحن كل يوم بنتغير وننضج ونكتسب خبرات او خبره، صحيح. هيدا غير انه الخبرات، ثانيا انه اللي تعود انه يحمل مسؤولياته لوحده طول الوقت، يعني اذا كانت المراه حامله مسؤوليات العائله طول الوقت وطول الوقت هيدي المسؤوليات خفيفة عن الرجل، فلما يرجع يجي بصير بده يرجع ياخذ مساحته، بده يرجع ياخذ صلاحياته، بده يرجع ياخذ دوره، وبالتالي بصير في صدام، بصير في تصادم، بصير في نوع من عدم التخلي عن بعض الأدوار، ممكن يكون كمان الشريك انه صار بمحل ثاني ما عاد قادر يرجع يبني عاطفة مع الطرف اللي هو موجود معه. يعني في كثير قصص معقدة بالنسبة لبعد المسافة بين الزوجين، وممكن تنجح باول فتره، بس انه اكثر شيء اصعب شيء وقت اللي بيصير في اولاد، وقت بيصير في اولاد بيصير العلاقه كثير صعبه وكثير معقده، لانه المسؤوليات بتتضاعف كثير، وبصير اللي موجود مع الاولاد سواء الرجل او المراه، هو عاده بتكون المراه، بتكون بصير عليها عبء كثير كبير مع مسؤوليتها، مسؤوليه الرجل بالبيت، هي بدها تكون مسؤوليه الام بدها تكون، ومسؤوليه الاولاد بدها تحملها لوحدها، القرارات بالاسره، كل هيدا الشيء 70% يعني بيتضاعف دور المراه 70% اكيد، بتاخذ يعني دور الرجل، بتاخذ دور الرجل وبتصير دور الام والاب وكل شيء بيصير. هيدا عن الازمات اللي بينشا للاولاد، يعني انت تخيل الولد كمان اللي عم ينشا بصوره اب غائبه، كمان عم بيعمل ازمه مع حاله وازمه مع الاب، يمكن عم يطلع شخصيته ضعيفه، يمكن عم يطلع مثلا ما بده يكون مثل بيه، يمكن بيعمل ردات فعل على الاب، ف
ففي قصص كثيره من بين الحالات اللي كثير بتتكرر عنا انه وقت اللي بيرجع البي بعد 20 سنه بيصير الاولاد مثلا بيشوفوا اولاده انه ما عم يسالوا فيه صح ببطل كثير يهتموا له اكيد رح نحكي ونتوسع بهالموضوع ولكن كمان حابين الناس يشاركونا رايهم عبر التليفون يلي رح يظهر قدامهم على الشاشه هل انتم مع او ضد هيك نوع من علاقه ويعني فينا نقول هون احمد انه بعيد عن العين بعيد عن القلب يعني هيدا الشيء ممكن هالمطار ممكن انه ياثر مزبوط طبعا بياثر الى حد كبير يعني حسب تجارب الناس وتجارب الحياه انه اغلب الناس اللي هي بتكون بعيده عن بعضها بتكون هي يعني الا القصص الاسطوريه اللي بنسمعها عن قصص البعد الشوق اللي هي للشعراء للادباء يعني اللي هي بيكون حالات استثنائيه ويمكن يكون جزء منها خيالي وحتى هول الشعراء انا بقول عندي تجربه مش انا يعني خالتي وجوزها كانت هي عايشه هون وعايش برا بافريقيا واسم الله اسم الله بلا حسد يعني ما في خبرك دايما بقول نيالهم على هالعلاقه الحلوه وحبوا بعض اكثر واكثر اذا كان في نوع من اول شيء التواصل دايما يعني هلا التواصل سهل عبر سكايب قبل كان اصعب بكثير قبل اصعب بكثير رسائل بالمره كان هلا كثير سهل غياب قبل بس في شغله ثانيه يعني هلا في عيال عم تعتمد انه تصير تزور بعضها بفترات طويله مثلا غيب الاب شهر بس ويرجع او شهرين ثلاثه ويرجع ما تصير الغيبه طويله كثير هيدي بتخفف من سلبيات الازمه ما بنقول انه ما في لها سلبيات بضل بس بتخفف كثير من سلبياتها بضل حضور الاب موجود العائله موجوده مرات بياخذهم لعنده مرات بيجوا هيدا التواصل اذا عملناه اكثر زدناه بالسنه خلال اوقات السنه وبالفرص وبالاعياد وهيك بصير بيرجع شوي بحسن بخفف من سلبيات البعد وممكن يحسن من العلاقه. طب احمد شو اللي بيجذب الطرفين بهيك علاقه اذا كانوا بعاد عن بعض؟ ممكن الحريه اللي بحس فيها الرجل ام المراه بمحل معين لحدود معينه. هيدي مهمه على فكره لانه فينا انه ما حدا بيتدخل كثير ما حدا بيتدخل بالثاني انه كل واحد ماخذ راحته انه في لها شوي كمان جانب في حالات معينة. في حالات مرقت عنا بهيدي السيتويشن انت عم تحكي عن بهالوضعيه اللي انت عم تحكي عنها بيتبين انه الزوجين هن اصلا منهم متفقين هن اتفاق لانهم بعاد بس يعني لما يجتمعوا بصير في اختلاف فهون نحن من الاساس مركبين علاقه فيها مشكل يعني العلاقه غلط العلاقة مش ضابطه العلاقه اساسا غلط راكبه على مشكله انه اذا كان في بعد بيكونوا هن مناح واذا كانوا والمناح شو ما بيعيشوا مع بعض لانه ما بيعيشوا مع بعض كل واحد بياخذ حاله معينه وماشي فيها كانه اعزب بس انه مجوز يعني بهالشكل هيدا وهيدا لما يجتمعوا مع بعض بيصير في مشكل وهون معناها هي العلاقه اصلا منا صحيحه منا صحيه ومنا راكبه على اسس صحيحه في هيك حالات انا ضحكت لانه في هيك حالات عن جد هي هيك ولما يرجعوا يتواصلوا مع بعض انه لا ما لازم نحن نضلنا بعاد لازم نضلنا بتطلع الصرفه بيقعدوا شهر بيقولوا يلا روح سامي بتطلع الصرفه احمد في معنا اتصال خلينا نشوف سيده عم تحكينا مساء الخير الو اهلا وسهلا بونجور معك مدام هولو اهلا وسهلا فيكي عم كنت تحت اعطيكم رايي تفضلي اكيد تفضلي نحن صار لنا تقريبا 7 سنين جوزي بيشتغل بفرنسا وانا والولاد بلبنان اوكي كل شهر بيجي بس لحتى شجع الناس على الاشياء هيدي هالعلاقات لما بتكون عن بعد بس بعد شوي قريب يعني شهر فتره رائعه جدا لانه عندنا نحن سكايب وفايبر صار هالفتره بقى صار في تواصل اكثر وصار في عامل الشوق بيلعب دور كثير مهم يعني عم بيعوق قوي العلاقه الزوجيه بشكل كثير ايجابي وبالصيفيه نحن عم نروح طب المسؤوليه كمان مش هينه عليك يمكن لمده شهر في مسؤوليه يمكن في اولاد كمان صح في اولاد اكيد اوكي سو كيف عم بتشاركي شوي هالمسؤوليه ما تحسي حالك عم تلعبي دور الرجل والمراه حتى لو مده شهر يمكن الوقت ما بي... مش عم بلعب دور زوجي ابدا يعني حتى عم شاركه ببعض الامور على التليفون مثلا لما بيكون في مشكله او شيء بقول لهم اتصلوا ببيتهم ومعه فهو دوره بعده موجود ضل حاضر دوره على طول حاضر عندك سكايب وفايبر مهين كثير اشياء بهالايام هيدي وكل شهر بيجي قد كم يوم؟ يعني في عنده وقت بيجي 10 ايام، في عنده وقت بيجي اكثر شوي
حالي منيح. ما بلاقيتها ابدا مشكله، لا بل بالعكس في شوق دايم، في حاله انتظار حلوه كثير. ومن جهه ثانيه كمان بدها المراه تعطي ثقه لجوزها، لما تكون عندها ثقه هي بحال بجوزها فما في مشكله ابدا. صح 100%. اكيد ثانك يو لاتصالك لنا. قالت بالعكس هي انه ايه يعني حتى اذا جوزها عايش برا هالشيء منيح، صار في تواصل اكثر بين بعض. يمكن هون مش هالغياب الطويل، مش هالغياب الطويل كمان هذا اللي كنا عم نحكيه قبل شوي، انه نحن هلا العيال اللي عم تعتمد سياسه انه هي ما تغيب فترات طويله، مثل ما عم تفضل مدام بولس، انه هي اذا عم تغيب الاب شهر شهر ونص ويرجع، او هن يروحوا او هو يجي، وطبعا في تواصل دائم عبر سكايب النت الى اخره، كل هيدي الوسائل التواصل عم بيتواصلوا بشكل دائم. هذا بيساعد، وهي كمان واضح انه عم بتقول انه دائما بتخلي الاب موجود، يعني صح انه بيشارك، يعني بتخليه يشارك، بتخليه انه يحكي كل مشكل بتشاركه فيها. هيدي شغله مهمه، لانه اذا ما عملت هيك بيصير شوي شوي يتعود انه هو منه جزء من المسؤوليات، وممكن ينساها او ما يعود له خلق عليها، او يتعود انه ما كثير حملها. فبس هيدا هي العمليه اللي عم بتتم، انه مثلا كل شهر يرجع هون، ما بنقعد غياب، بالعكس هون ممكن يحسن العلاقه مثل ما عم بتقول، يعني ممكن بيكسر شوي روتين، بيكسر الروتين بيعطي هيك الباشن، بيجدد العلاقه، بيجدد الرغبه، بيجدد الحب، بيجدد العاطفه. طب بس العلاقه يعني المسافه كثير بعيده وما هالقد بيشوفوا بعض بهالوقت الكثير قليل، بيطلب يمكن جهد مضاعف من قبل الطرفين، كيف نقدر ننجح العلاقة من دون ما نوصل يمكن لمرحلة الطلاق، مرحلة الاختلاف أو الانفصال؟ هو نحن أكثر أهم شيء بالعلاقات البعيدة اللي هن صعب إنه يلتقوا، مثلا بهيدي الحالة اللي حكينا عنها، هيدي حالة كثير مقبولة إذا الناس عم بيعملوها، بتضلها ماشي العيال، بتضلها ماشي العلاقات بشكل طبيعي. المشكلة لما نكون في عنا نحن عائلات مثلا، انه في مثل ما عم تفضلي انه في بعد مسافة كثير، صعب انه يلتقوا مثلا الا بالسنة مرة او ماكسيموم مرتين، هذا الشيء شوي بدهم يعملوا جهد كثير مضاعف على انه يخلوا العلاقة ماشية. أول شيء لازم دائما يخلوا، يعني إذا كانت الزوجة عم نحكي تخليها دائما سوري خلي دائما الزوج انفولفد بكل الاشياء، يعني مشارك بكل القصص اللي هو لازم يكون موجود فيها. حتى التفاصيل، في زوجات بصيروا يقولوا انه حرام ما بدي اشغل له باله هلا هو بالغربه، بس هذا غلط، لازم هو دائما يكون موجود، لازم ما على شيء نشغل له باله، ما على شيء نزعجه شوي، لانه هيدا جزء من مسؤولياته. اذا ما خبرته الزوجه بعد شوي ما بعد في شيء يحكيه، يعني على شو بده يتواصل. لازم اول نقطة لازم يعملوها الازواج انه دائما يضلوا مشاركين بادوارهم بشكل فعال، حتى لو كان عن بعد، يضل مشارك بكل القصص اللي لها علاقة بالاولاد، مشارك بقرارات الاسرة، مشارك بالقرارات المالية اللي عم بتصير بالاسرة، حتى يضل دائما الرجل موجود. وفضلا عن هيك دائما التواصل يكون بشكل يومي على اوقات محددة لينحكى عن التفاصيل يومية، واذا بيكون سكايب بيكون صوت وصورة بيكون احسن كمان، بيضل في تفاعل اكثر. ويفضل انه اكثر من مرتين بالسنه يشوفوا بعضهم لوقت على القليله 15 يوم لشهر، يعني ما يغيب اكثر من هيك، يعني دائما انه يكون يعني يكون عندهم سنه كثير، يعني سنه غياب سنه طويل شوي. هلا في ناس عم بيغيبوا سنتين وثلاث سنين، هذا كثير ببعد العائلات، يعني حسب نحن التجارب اللي عندنا، العائلات اللي بتفوت بهيدي التجربه لثلاث سنين يعني غالبا توصل لمحل بيصيروا الازواج كثير بعاد عن بعض ومش متفقين، ومرات بيوصلوا للطلاق. سو لنتفادى هيدا الشيء لازم ندخل الزوج اكثر، قد ما فينا نخلي الزوج نعمل تواصل يومي صوت وصوره، نخلي كل واحد عم بيشارك بمسؤولياته، ما تسمح الزوجه خاصه الزوجه، لانه هي دائما النساء بيكون قلبهم طيب بصير يحول انه حرام ما بدنا نزعجه بدنا كذا، ما يسمحوا لحالهم انه هن ياخذوا الدور ودور الرجل مزبوط. بشكل كامل، لا خليه دائما هو مسؤول عن دوره حتى لو كان بعيد، هذا الشيء بيخلي العلاقه احسن، بيخليه موجود بالعائله مع اولاده، وبيخفف كثير عبء من مسؤولياتها هي على الاولاد كمان، ليش بدها تضلها حاملتها هي لوحدها، لازم يكون هو موجود مشارك فيها. ثانك يو احمد، ميرسي لك كل هالنصايح اللي اعطيتنا اياهم، ان شاء الله الكل بيكونوا استفادوا، وان شاء الله بنشوفك قريبا جدا ان شاء الله. مرسي. اكيد قريب. ميرسي لكم. بعد الفاصل اكتشفي معنا احدث موديلات حقائب اليد لهالموسم، مجموعة جديدة من الأكسسوارات نستعرضها مباشرة عبر بي لايف.
شاتو صنفي الفرنسي الأصلية من سيدار. اسمك ايه بالانجلش؟ لافلي بيبي. لافلي بيبي. لا منظر واحدة تقعد معاها؟ أنا أسفة أنا أسفة. ليه ماستر بلان؟ ليه في الناس الكوار؟ كنتش بتنكش معاك النهارده غريبة بتبقى ليك إيه؟ إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استرجن يلا. لسه طالع من الجاكوزي. هو لسه طالع من الجاكوزي. شربت ماء لأن ده ضحكة في مصر. أنا مش قدها. سهرد السبت على الـ LBC. روتانا تقدم ألبوم منوعات بعنوان نجوم الفن للفنانين طلال سلامة، أعتذر لا محمد عمر، لا تسافر تنطفي شمعة زماني، سعاد الربيعي، يا راحلين القلب، وحسين قريش. دخيلك لا تواسيني. يتضمن الألبوم 11 أغنية من كلمات سمو الأمير خالد بن سعود الكبير. ألبوم نجوم الفن حاليا في الأسواق، توزيع روتانا. أربعين أغنية عم بيتنافسوا على التوب 1، 40 أغنية ومركز واحد كلها بتوب 40. السباق الرسمي والوحيد للأغنية العربية واللي من خلاله بتتنافس 40 أغنية على المركز الأول. توب 40 برنامج مليء بالموسيقى، الأخبار والأحداث الفنية اللي بتنتظروها من أسبوع لأسبوع. فيكن تدعموا كل الأغاني اللي بتحبوها وتدعموا فنانينكم المفضلين على المواقع اللي عم تمرق قدامكم بأسفل الشاشة. وفيكن كمان تبعتوا كل الرسائل اللي بتحبوا وتسمعوها مباشرة على الهواء بتوب 40 على top.40 على الانستغرام. توب 40 3 الساعة 7 المساء على الـ LBC. برنامج عم نحكي عن السيدة، هي طاقة متوهجة، كل صعوبة تعطي بعدها مسرة، كل عناء يعطي بعده فرح. تحررت من كل أساطير الخوف. هذه الجرأة اللي بيحكوا عنها بالنسبة لي شيء طبيعي. من أكاذيب الضعف. المرأة الفلسطينية هي حاملة للثورة. الفكرة إنه إحنا اللي باقيين على الأرض. لم تقبل قوانين القهر. استبدلت العضلات بالعقل. بحروفها وشروطها كتبت شهادة ميلادها. تغيرت الحالة الموسيقية بالعالم العربي من مكان لمكان. أنا حريصة أن يكون موجودة بأي عمل سوري حتى لو كان على حساب الوقت. حفزتني كثير أنه قديش نحن بنشتغل وعم نعمل، بعد في أشياء كثير فينا نعملها. إنها السيدة تنين الساعة 9 المساء على الـ LBC. عرب ود يعني الأخبار الفنية وتصريحات أهل الفن فقط وحصرياً. زي ما عودينكم دايما في عرب ود نغطي كل الاحداث الفنيه. اثارت صوره للفنان فاروق الفيشاوي، عبر النجم الامريكي توم هانك، احتفل النجم الكبير الهضبه عمرو دياب. ليه مخاصم السينما بقالك فتره طويله؟ لازم اعمل دور يستفزني. نفس الفنان سمير غانم، الفنان عادل امام مشغول حاليا. رساله الفنان تامر حسني، اول مره في عرب ود بس انا متابع، دي اهم حاجه. عرب ود يومياً الساعة 10 المساء على الـ LBC. من
نختم فقراتنا لليوم مع موضة حقائب اليد والأكسسوارات مع ضيوفنا استشارية صورة للأفراد والشركات عليا المولى. أهلا وسهلا فيك عليا. أهلا وسهلا. مشتاقين لك. مشتاقين لك. شو أخبارك؟ تمام. ومصممة كمان الأكسسوارات دولي صياحي اللي اشتقنا لها كمان كتير. شو أخبارك دولي؟ الحمد لله. وأنتو؟ أنا كمان اشتقت لكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك عليا. رح نبلش معك الموضة السنة بحقائب اليد لوين أخذتنا؟ أخذتنا لشوي جريء شوي وبنفس الوقت اخذتنا للطفولة شوي كمان. ايه وفي اكيد الاسم الكلاسيكي يعني. الكونتراست كتير والاسم الكلاسيكي اللي بيدل بس حتى الكلاسيكي مغيرين له شوي عاملين له شوية تويست. اها طب هون يعني الموضة بتخص سيدة معينة بدها ستيل معين وخاصة يعني شوي هيك الى عالم الطفولة مش ما كان بيتقبل هالستايل. مزبوط. بتعرفي ساشا نحن حكينا انه في شيء اسمه ستايل بيرسوناليتي. الست يلي شوي جريئة بيطلطها بطريقة لبسها ما عندها مشكلة. يعني مثلا انا جايبي جزداني بس جست اعطي فكرة درج كتير هلأ الهيوم من درج كتير الوجوه بنفس الوقت هيك حتى بشوي عليا. نفس الوقت يعني ست عروس وعريس عروس وعريس على لبناز يعني بقى يلي شوي كرياتيف او شوي دراماتيك بيطلطها بتتقبله ما عندها مشكله وخاصه شغلك انت بيساعدك فيك تحملي هيك نعم. ستيل جزدان وفي حتى الكلاسيكي الست الكلاسيكيه في لها ست السبور لانه حنشوف بالصور في كثير اشياء للستات السبور وبلشنا على كل حال نشوف اول يعني صوره هون شفنا كثير في طليت جزادين يعني حيوانات والوان اشياء ايتم يعني غساله براد تلفزيون هيدا بدها تكون كثير جريئه ست كثير كرييتيف يعني من اكبر مصممين الازياء عاملينه يعني بنلاقي عند دولتشي اند كابانا بنلاقي عند برادا بنلاقي كثير ديزاينر كبار عاملين هالطلب. دولي بتحبي هيك حقائب؟ بدي اسالها بتحسي حالك بتحملي هيك ستيل جزئين؟ اوقات ايه حلو واحد بمره يخوت يطلع شوي هيك اوريجينال طبعا بيطلع شوي من الكلاسيك بحس ايه تتقبلي. اوكي الصوره يعني. اللي بعدها حنشوف في يعني في كثير ديزاين جديدين كانت موجوده بالشتويه ولا تزال مثل الفرنجز وهالقصص الشموال هيدا موجوده كانت وبقى في بعض يعني بعدها موجوده حنشوف كثير البنانة او السايد باز لانه نحن عارفين في عندنا شيء بالصيف اسمه اوت اوف ذا جيم لوك اند اوت اوف ذا بول لوك يعني بتطلعي كانك التياب الرياضه كثير دارجي بنفس الوقت حاطين مطلعين لنا جزادين كثير اشياء سبورتيف انه البنان تنحط على الخصر مش بس على الخصر بتلبسيها ككروس باك كمان كثير كثير دارجي يعني بتساعد بالسفر كمان كثير كثير مريحه ويعني الان انك تلبسيها على كانها سايد باك اوكي اها حلو والفرنجز مثل ما شفنا انه كانت ولا تزال بعد دير بالصيف حنشوف هون الجزادين السكوير ديرجي كثير الشيب تبع الماتيماتيك جيومتري المثلث التريانج الريكتانج الدارج حنشوف اللوب مسكه الجزدين ممكن تكون ماسكة صغيرة هيدي لست الكلاسيك بترتاح فيها كتير أو الناتورال بترتاح فيها نشوف يمكن تاني جزدين بالأحمر والبيج مزبوط مزبوط هدول التلاتة وحدهم تماما في اسمها اللوب ماسكة اللوب يلي بتكون مثل حبلة أو شي بتكون على شكل لوب بيمسكوها حنشوف كتير جزدين الكلاتش كتير دارج اوكي مثل البوشيت يعني بنلبس كبوشيت دير ودارج كثير المينياتور جزدين كثير صغار ايش فيهم يعني بس انجا السيلولير هو معمولين للسيلولير هل قد صغير حنشوف كثير اكسترا لارج بعده ما كثير ان بس بعده الجزدين الفولدر بينقلب تنقلب والجزدين المينياتور الصغيره كثير هون كمان وحنشوف كمان الدارج كتير داخل الفور معه بالصورة الثانية حنشوف الفور داخل حنشوف الميتاليك جزدين الميتاليك الفضي كتير لأنه مثل ما شي عرفنا الفضي والأبيض كتير دارج بالصيف صح. بعدين اللون الكامل دارج جزدين مثلا تلبسي فستان ابيض لانه دارج تلبسي ابيض ساده ومع زنار لتساعد عريض كامل والجزدين يكون كامل
درج مثل ما بنسميه بالعربي السراج تبع الحصان، وقت الحصان بيحطوا هيدا نفس الشيء مثل السرج تبع. ومثل ما قلتي ما شفنا كتير احجام كبيره من الحقائب، يعني مش كتير ما كتير حتى عليا ما بعرف اذا غلطانه انا، هيدا مثل هون كانه وبر الحصان اخر واحد مثل الفيس السجادي بيحطوه الثاني هيدا كمان دارج، هذا كان قبل نشوفه بالجاكيتات كمان مزبوط. كان كتير مزبوط دارج، يعني في كل شيء، في كل شيء بهالترند بالصيفيه، في كل شيء. والكلاتش كتير كتير ان، يعني مثل ما قلنا الكلاتش كتير كمان دارج. اها اوكي حنشوف الجزدين مع سنسيل مع الشان، بس عشان ما قلتي يعني عم بتطلع شو هالموضه قد ايه منوعه وقديش، يعني مش شغله وحده، يعني عاملين لكل الاذواق. شفنا نحن السنه الصيفيه الالوان حنشوف كثير مثل الليجو، كيف الليجو الكحلي الاحمر والاصفر، هدول الثلاث الوان حنشوفهم بالاضافه للزهر والازرق، لانه هدول الالوان الصيفيه، يعني البونتوم اللي منزلنا اياهم هن الزهر والازرق. والريش كمان على الحقيبه مثل ما بنشوفه كمان على حنشوفها ومثل ما قلنا الكلير دارج مثل ما قلنا جيومتري، واللي كثير دارج انك تلبسي الجزدين والفستان نفس الديزاين، نفس الالوان، نفس القماشه، يعني لبسه يعني النقشه مثل الرسمه الثانيه مثلا جزدانك لتسي احمر وابيض الفستان بيكون نفس لون الفستان نفس القماشه، شكل الحقيبه شوي مثل دكتور باج درجة الدكتور باج الكبيره. هلا يعني كل شيء الكبير قلنا انه شفنا عند فيكتوريا باكام كثير منزله الكبير بعد الاكسترا لارج، انما بكل الديزاينر اصغر واصغر وصغير بس كتير. عليا قديش برايك بوطننا العربي رح يتقبلوا هيدا الشيء، يعني الجزدين مثل الفستان؟ هلا النسوان بحبوا بس الرجال شو رح يقولوا؟ هلا رجعي شغلوا بس الاول نتفاجئ نتعود، يعني كلها هي عادي بنشوف انه دارجي وترند بتلاقينا مين بيقول مثلا انه واحد يلبس عريس وعريس او بوكور مثلا صح، هيدا بيرجع بقى لستايل بيرسوناليتي نفسه. وهون اخر ستايل اخر صوره هلا التويد شفناه عند شانيل بالشتويه، بعده صار كذا ديزاينر عامله دارج الجزدانين مع بعض، يعني تو باجز مع بعض، باج صغير فوق والجزدين على اكبر. دارج كثير السترو القش جزدين القش دارجي دارج كثير البراكتيكال كمان حتى الشوز حتى الشوز عم نشوفهم كمان بالموضه لانه كثير اوت اوف ذا بول لوك كثير دارجي بقى، هيدي كثير بتتماشى مع بالفعل كثير حلوه موضه الحقائب، ورح نشوف الموضه كمان معك ضلي بعالم الاكسسوار كلهم مقدمين لك كمان من عند. اول شيء بقول لك ثانك يو على ميرسي ضلي البريسلت لانه حلوه نانسي، اهلا وسهلا ضلي. خبرينا عن الكولكشن الجديده شوي، رحنا صوب الكلاسيك او خصيت للعروس اكثر؟ مش ضروري بس كلاسيك، مثل ما كانت عم تقول عليا انه الموضه ما في شيء ريبير، يعني هلا هيك دارج وبس، هي خليط من كل شيء. اوكي وقت بيكون عندك اكيد وقت مواسم الاعراس في شيء مخصص للاعراس، وقت المواسم العاديه يعني لكل يوم اكيد في اشياء لكل يوم. طيب وصفي لنا مجموعتك هيك بثلاث كلمات، شو بتقولي؟ لا اكثر ولا اقل؟ ثلاثة بس. مجموعتي لهالصيف ل 2016 بحب اقول انه بما انه بعد واصله من باريس جاي بحامله معها الشارم والفيمينين ليليغونس باريزيان اذا بدك، يعني بتصور هدول هيدا يعني بيختصر الكوليكسيون الصيفي. نعم باريزيان. طيب خلينا نقوم على التيبل نشوف هيك شوي موديلات مثل العادة، نرجع نحكي على الست اللي قدامك، نرجع نحكي على الست العرايس لنستفيد من الوقت. اوكي تفضل هدولي شو حابة تبلشي؟ كمان عنا باكس مثل ما كانت عم بتقول سيدة عليا قبل، انه اكيد الاكسسوارات اللي هن الساكيت دارجة كتير السنة، مثل الكلوتش يلي للأعراس هون خصصنا شوي ساكيت للأعراس. اوكي بحب اقول هيك يعني الاشياء للاعراس هدول بس مخصصين، اكيد في براند ثاني لكل يوم وكاجوال بس هدول للاعراس.
هلا بالنسبة للأكسسوار أكيد دارج كتير، في شيء كتير مميز اللي هو بيست سيلر، هيدا هو بينلبس مثل الجيليه، حبوا يدخلوا الأكسسوار مع التياب من ضمن التياب يلي هو هيدا. عنا مجموعة من كل الأكسسوارات يلي ممكن تلاقي أزواق كل السيدات. أوكي، حتى الألوان يعني عم نشوف الجولد، البينك، بينك جولد كتير دارج، حتى السيلفر السنة هو طاغي، لون الجريس السنة راجع. لكل الأزواق يعني بنقدر نلاقي جلد مع سواروفسكي، مع حلق عادي درجة كتير، الحلق يلي طالع على الدينة هلا هو أكثر شيء هلا مزبوط. صح، وبنرجع بنفرجي هون الكوليات للديكولتي، يعني كل سيدة شو بيلبق لها بتكون بتقدر تلاقي كل الأزواق. وكمان بالنسبة للأحجار دولي مثل العادة بحب ذكر أنه دولز جولري هو براند ملبس من ديزويكرا الذهب، بينوصف بأعلى جودة من البيير يلي ما بتقدر تميزيهم عن جد فريما إذا ذهب أو دياما. حلوين، حلو كتير كمان هذا هيك غريب الموديل مع البراسلي. وي أبيك البراسلي يعني بنقدر ما بعرف بهذا السيت كمان هون أنا حبيت كتير خصص للعرايس هيك بتقدر العروس تختصر بحلق وبراسلي إذا ما بتحب تحط الكولية السيت الكامل يعني. طب خلينا نشوف السات اللي خصيتينا فيه كمان على التيبل عنا دولي. اوكي، هذا خاص للعروس بس؟ لا، بتقدر كل سيدة بتحب الاشياء الابيه طبعا، حتى ام العريس ام العروس الشباين بيقدروا يلاقوا يعني، بس بما انه قدمين على موسم صيفية واعراس حبيت خصص شوي هيك الصبايا بستات تكون مميزة نهار عرسهم. فهون بنقدر نشوف دايموندز كمان يعني، وي هدول ملبسه ديزويكرات ذهب من البيير زيركونيوم يلي دو بون كاليتي يعني اعلى جوده بارزيه اذا بدك. وهيك بنكون عم نرضي كل الاذواق من كلاسيك لابيه لاعراس اكيد، ولكاجوال كمان هيك طبعا عندنا يعني كثير قصص كاجوال بتدخل مع الجلد مثل ما كنا عم نقول قبل شوي. دولي بما انه بتزورينا كل فتره لازم ما تجي نشوف التياب لانه كفتي كمان بلاين تياب بحب ذكر انه صار عندنا بوتيك اسمه كوان دو باري، هو دولز جولير البراند اللي بينباع بقلب البوتيك. ان شاء الله مرت الجاي بنكون يعني. شكرا لحضورك معنا دولي، اهلا وسهلا. ميرسي كثير، وكمان عليا دائما انبسط بوجودك معنا. شكرا لك يا عليا، اهلا وسهلا. والشكر الاكبر لكل المشاهدين اللي تابعوا حلقتنا لليوم، بكره حلقه جديده فكونوا كثار على الموعد. هلا وقتها انتبهوا لنا حالكم، الى اللقاء، باي باي.